طيب إذا بعد ما انتهينا من موضوع الويب سايت وتصميم الصفحة، لا زالت الصفحة ان اكتف، يعني فقط بتتفرج على صور، على بتشتغلش ولا حاجة. الآن مشان نفعل الصفحة اللي صممناها وتصير اكتف، الآن بدنا نبدأ وكأنه نبني في الداتابيس، بمعنى انه نبدأ نحدد الموديولز اللي احنا بدنا نشتغل عليها. الموديولز في الاودو اللي بدنا نشتغل عليها بنروح لها من وين؟ هاي هان في الابس، شايفين ابس هاي، بروح على الابس بدي اعرف شو في موديولز في الاودو. هاي اللي امامنا، هذه شاشة الموديولز كاملة، شاشة الموديولز كاملة. الان اطلع عليه، هو هي مقسمة، عامل لك طبعا هان جايب لك اياها كلها، شو مالها كلها هاي كمية. الآن خلي عينك وين؟ على اليسار، لاحظ هاي كاتيجوريز، اطلع شو في عنده موديولز، في عنده هذه كلها موديولز موجودة، هذه لها علاقة في السيلز، هاي طلع بجيب لك بس هاي، لاحظ بس جاب لك اللي لها علاقة في السيلز. اطلع لي على هاي، اطلع لي على العمود اللي في اليسار، هذه لها علاقة في السيرفيس انا بستعرض فيهم، هذه لها علاقة في الاكاونتنج العمليات المحاسبية، هذه لها علاقة في الانفنتوري، لاحظ هذه لها علاقة في اللي هي بدنا نشوف، لاحظ هي، لاحظ السيلز كم سب موديول معه؟ 9. سيرفيسز كم سب موديول معه؟ 4. الهيومن ريسورسز كم سب موديول معه؟ 14. احنا قبل شوي او في اللقاء اللي في موضوع الهيومن كابيتال مانجمنت، لما استعرضناه لقينا انه هو بيحكي عن 6 أو 7 موديولز تقريبا، وقلنا بناء على الشركه اللي عمل لها تحليل. الاودو مصمم لي 14 سب موديول، هل انا بدي اجيبهم كلهن؟ هل انا بدي اجيبهم كلهن؟ لا، انا بعمل تحليل للشركه، وبناء على تحليلي للشركه، بناء على التحليل اللي انا بدي اعمله للشركه، بناء على التحليل اللي انا بدي اعمله للشركه، بحدد شو الموديولز اللي احنا بنحتاج حسب احتياج. تمام. طيب خلينا نستعرض الموديولز اللي لهم علاقه في الهيومن ريسورسز، مثلا الاكسبنسز، اللي هي الاكسبنسز اللي هي النفقات، يعني بده يحكي على المرتبات، اذا هذا رايح تحتاج الامبلويز اللي بدك تدخل فيه بيانات الموظفين، مثلا يعني كميه الاتندنس حضور وغياب، مثلا البلاننج هي تخطيط، ابروفلز موافقات، واحد بده اجازه واحد بده كذا، سكيلز مانجمنت كميه، لاحظ كميه، ابريزل ترقيات، امبلوي ريفرالز اللي هو لما نقول ريفرال يعني الانسان اللي انت بده يعطيك توصيل، المرجع، بيرول، لاحظ بيرول. طيب الان احنا لانه فور فري بزبط معنا نعمل انستول لاي شيء، لكن لو احنا بدنا نعمل شراء بدنا نعطيه قائمه اللي احنا بدنا اياها، وهو بعطينا اللي بدنا اياه. الان اول شيء بدنا نعمل انا وانتو مع بعض، بدنا نعمل اول حاجه، اول بناء، اول مره بدك تبني، بدك تعمل انستول للامبلويز. لو انستول لوين؟ للامبلويز، فيما بعد الباقيات كل واحد بتقوم في الوظائف اللي بدها اياها. اهم شيء اساس الهيومن ريسورسز اللي هو هذا الموديول تبع الامبلويز، يلا كل واحد يعمل له انستول عنده، ضروري كل واحد يعمل له انستول مشان نكمل حديثنا في الموضوع. طيب الان بعد ما عملنا داونلود او عملنا انستول للامبلويز، بعمل عليه دبل كليك هيك، لانه في شغل. هيو بي، هذا اللي هو الموديول تبع وين؟ الامبلويز. الان الموديول تبع الامبلويز، دير بالك قبل ما تشتغل فيه
لازم كمان مرة أنا بأكد تكون عامل تحليل للشركة كاملة، عارف التنظيم الإداري في الشركة. أنت الآن بدك تصير تحط موظفين في دوائر، كيف بدك تحطهم الموظفين؟ بدك تكون عارف في الشركة شو في عندهم، شو ماله، شو في عندهم دوائر، وكيف التنظيم الإداري ماشي معك. طيب الآن لاحظ أول ما بدي خلينا استعرض، هنا قاعد بتستعرض اللي هي المنيو تبعته. employees، لاحظ من هذا employees contracts اللي هي العقود واللي لها علاقة بالcontracts. إحنا عادة قبل ما نبدأ نحط employees، أول ما بدنا نعين الديبارتمنتس اللي عندنا، شو في عندك في المؤسسة ديبارتمنتس أول ما بتبدأ وين؟ لانه كيف بدك تحط موظف؟ موظف بده يسالك في اي ديبارتمنت، ما بتقدرش تضيف موظف وانت مش حاط ديبارتمنت. وكانه بدك تعين التنظيم الاداري، وبالتالي باجي انا هان اذا بدي اعين ديبارتمنت، اول ما ببدا بدي اعين شو ماله؟ ديبارتمنت. باجي شو ماله؟ نيو ديبارتمنت نيم، مثلا ماركتينج مثلا او سيلز، مثلا المانجر. أنا المانجر مثلا، هاي رومي حاطه بيرنت ديبارتمنت لمين تابع؟ السيل. إذا هذا حسب التنظيم الإداري، لمين تابع؟ مثلا الادمنستريشن. تمام. سيند مسج، بيرسل رسالة لمين؟ إله، لهذا العيان اللي حطيته مانجر في الدائرة. كويس. وبعدها شو بدنا نسوي؟ وبعديها بدنا نسوي انيو، بعديها المفروض انه اعمل له، هاي خلاص عيننا له الاكشن. انا شو المفروض يعطيني؟ اكتب اكتب هاي لا مش اركاي، عفوا. طيب هاي احنا عيننا له لوج ان، هاي سيند مسج له، وهي راحت له المسج. بدك تبعث له مسج، تكتب له مسج، ما بدكش، هاي انت خلاص عينته، عين ديبارتمنت الأولى. هاي صار عندي سيلز فيها 0 موظفين، بدي أنا كمان ديبارتمنت ثاني، مثلا شو اتش ار ام، هيومن ريسورسز مانجمنت، مثلا ديبارتمنت بيرنت. بدك تعين، وأنا عشان عندي بس موظف واحد حاطه خلاص، سيو شو ماله؟ إذا في لينكس، إذا في شيء، المهم بدي أعين إيش؟ اللي هو الديبارتمنت. طبعا لاحظ انا بقول لك دبليكيت، يعني اعمل لي نسخ خلاص. اذا هذا شيء سيف، لا بدناش سيف، يعني بدك سيف ديسكارد تشين، لا سيف خلاص، هاي سيف. اذا لاحظ شو صار ديبارتمنتس عنده، هاي سيلز، انا كاين ضايف ادمنستريشن، سيلز، اتش ار اي. هاي احنا هيك عيننا وين؟ عيننا الدوائر في المؤسسة. الآن بنبدأ شو نسوي؟ بنبدأ نحط employees. employees مثلا، هاي new employee، new employee name مثلا أحمد، أحمد هاي employee name. position شو بدك تحطه؟ هيد، هاي هيد، بدنا بيانات، بدنا بيانات، ورك موبايل، ورك فون، ورك ايميل. تمام. في الديبارتمنت وين بدي احطه؟ بدي احطه في الهيومن ريسورس اتش ار ام، ايوه احمد في الديبارتمنت. جوب بوزيشن، شو بدنا نسمي له اياه؟ جوب تايتل مثلا، هيد، ايوه مدير، هذا هيد كرييتد. المانجر المسؤول عنه، لانه قلنا تابع للدائره الاداريه، اذا المدير تابعه بده يكون هيو. كوتش لا، وهكذا. لاحظ بدك تصير تضيف موظفين، هان بدك تصير تضيف موظفين، اد. راح تلاحظ انه هاي امبلويز، هاي ضاف له بطاقه، وكانه بنى عمل بطاقه لوين؟ لكل موظف، بنى بطاقة لكل موظف.
الآن مثلا هاي الادمنستريشن موظفين اثنين، واحد منهم رايح وين؟ في الريسورس هيومن ريسورس، هاي الهيكل التنظيمي، هاي الهيومن ريسورسز، ها الادمنستريشن، هاي الاثنين هذول، وهكذا. اذا لاحظ هيك انت بدك تشتغلها، هيك بدك تشتغلها. اذا بعين ديبارتمنتس وبعين وين؟ امبلويز. طيب الان اذا خلصنا من هاي الديبارتمنتس، هاي السيلز ايش فيها ولا موظف، هيومن ريسورس فيها موظف، السيلز ايش فيها موظفين، كان انا معينها مرتين. طيب حاجه كمان مهمه بدنا نطلع عليها، او قبل ما نبدا في اللي بدي احكي فيه، الان هذول القادتين جربوهم، يلا طبقوا لي اياهم وانا بسمعكم، خلينا نشوف شو بدنا نسوي. الان بعد ما انت عينت الدوائر، حطيت موظفين، لاحظ الكونفيجريشن، هان تروح على الكونفيجريشن مثلا هاي الديبارتمنتس، لاحظ بصير يجيب لك التنظيم الاداري، هان هاي الادمنستريشن، هيومن ريسورسز، وهاي الادمنستريشن السيلز. السيلز هذه خارج النص، لانه قبل شوي احنا لما جينا نضيفها، هذا المفروض الاكشن ديليت، نعمل الاي ديليت، هاي عارفين شو سويت؟ انا في عندي خطأ ما الكونفيجريشن ديبارتمنتس مثلا، هذه خاطئة، تعمل تعليم لها اي وان سيلكتد، هذه غلط. وبروح بتطلع وين؟ دائما لما بدك تعمل اي حركة فتش عن الاكشن، هاي في اكشن، شو انت علمت، شو بدك تسوي؟ في اكشن هنا، يعني هنا بقول الاكشن تفتحها، هاي بقول لك اكسبورت اركايف، انا اركايف ديليت، هذه الخيارات اللي بيسمح لك بعد ما علمت. تاني كويس ان انتبهنا لك. طيب انا بديش اعمل لها ديليت. اذا هنا لما تعمل كونفيجريشن بتعرض، وكانه بجيب لك شو ماله التنظيم الاداري، شوف الورك لوكيشنز كيف عاود يعرضهم، مش معينين ورك لوكيشنز احنا، وهكذا. يعني انت جوب بوزيشنز كمان احنا ما عيناش جوب بوزيشنز، ممكن انا اجي عندي جوب بوزيشنز، لانه قبل شوي لاحظته كان بطلبها مني جوب بوزيشن مثلا، بدل ما هي هنا جوب، ايوه تيجي انا جوب بوز، ارجع جوب بوزيشنز يعني موقع الاداري، مثلا ممكن اجي اقول له نيو الجوب بوزيشن مثلا، ايوه كاتب لك سيلز مانجر، ممكن انا اجي اتش ار ام مانجر الجوب بوزيشن، وعبي له البيانات الكامله اللي تحتيها، عبي البيانات اللي انت بتلزم او بتسالها بيسالك عنها، وهي جوب لوكيشن بي بي يو كذا فيرست تايم مش عارف ايش، بيانات بتعطيه البيانات كامله، تمام تعطيه البيانات كامله. تعطيه البيانات كامله بتخزنها، هاي جوب بوزيشنز، هاي داخل الار ام مانجر. الان لو رحت على امبلوي مثلا، انا اللي حطيناه احنا في الاتش ار ام، هاي الاتش ار ام مانجر، هذا بدي اجي اعمل له ايديت اركايف ديليت تايم، هاي شو البوزيشن، هاي جوب بوزيشن، هاي اتش ار ام هيد مانجر، انا ببقى مع اوريدي، وهي سيف، هذه سيف، هاي لاحظ، يعني ببقى معين شو في بوزيشنز مثلا. انا ممكن اجي اضيف انه امبلوي، ها مش سيلز مانجر، امبلوي موظف عادي، انا في مهام بوصف وظيفي بدك تعطيه، شو الوصف الوظيفي، البيانات هذه كاملة، هاي سيف. فيما بعد لما بدك تعين اي موظف بده يكون امبلوي، يعني ممكن اجي اقول له هاي نيو مثلا، هاي اسمه علي، علي ديبارتمنت اتش ار ام مثلا، اتش ار ام
جوب بوزيشن هاي يو امبلوي، امبلوي موظف عادي. هاي سيف لاحظ، روح على الامبلوي سان هايو استعرض شو بده يجيب لك. هاي جاب لك علي، هذا امبلوي احمد هيد مانجر، هذا لسه مش معطينه تايتل، وهكذا. في الكونفيجريشن كمان امبلوي امبلويمنت تايب، امبلويمنت تايب عادة بتكون فول تايم اور هايو، هاي في فول تايم خلاص هذا فول تايم او بارت تايم، فول تايم اور بارت تايم دائما الامبلويمنت تايب. الان احنا هاي مثلا بادجز، اذا بدك انت تعين له بادج، بادج هذه البطاقه تعمل له اياها، هاي طبعا بيبقى مع الشركه وبتعمل له البادج اللي انت بدك تعطيه. مثلا سيرش احمد في، ولا مش عاملين له شيء، مش عاملين له شيء، هذه اللي هي الباجز. تمام الى اخره. اذا هيك بتكون انت شو ماله، هيك بتكون انت اشتغلت بملف الموظفين كاملا، اشتغلت بملف الموظفين كاملا. طيب خلاص صار عندنا الامور. الان بدنا نشوف الانذر بروسيسز. اذا بعد هيك احنا شو بنكون؟ بنكون مهم جدا التنظيم الاداري، نبني الجوب بوزيشنز، نبنيها صح. الجوب بوزيشن يعني الموقع، الموقع في العمل. هيد يكتب اللي انت حسب الشركه، ما هي ممكن يكون اسمه رئيس قسم تكتب رئيس قسم، ممكن يكون رئيس دائر تكتب كلمه رئيس دائر، ممكن رئيس والى اخره. جوب بوزيشن الدوائر بدك تعينن، وبعدين بتبدا تحط فوقين امبلويز. الان اللي بدي احكيه، هاي خلصنا من الامبلويز. الان اللي بدي احكيه انا انه الان انت كل واحد فينا فتح سجل امبلويز. طيب احنا كوننا بنشتغل فيرتشوال كومباني، دير بالك من يوم وطالع بتصير لما تفتح على الامبلويز تلاقي ناس مقدم طلب توظيف، بتصير تلاقي ناس مقدم طلب توظيف، ما انت خلاص فتحت الشركه دي. وكوننا بنشتغل فيرتشوال راح تصير تلاقي ناس مقدم طلبات توظيف، بدك تصير تتخذ القرارات المناسبه لهم. طيب الان خلينا نروح نشوف كمان، هاي هذا المديول خلصنا منه، نروح نشوف الهيومن ريسورس شو كمان ممكن نحتاج. مثلا هيو and the invoice employee، خلينا نشوف مثلا في ال وين بدنا نشوف، شو عندنا كمان واحد، شو عندنا كمان واحد، بلاننج بدك تشتغل البلاننج بتجيبه، ابريزلز ترقيات مثلا، employee referral اللي هو المرجع، سكيل مانجمنت من ناخذ سكيل مانجمنت. يلا خلينا الحين ايه بدنا نعمل، كلنا سكيل مانجمنت بدنا ناخذ نختار المديول. إذا اختيارك كان من المديولز هذا أو الساب مديولز مش عشوائي، حسب حاجتك. مثلا اخترنا السكيلز مانجمنت، خلص هاي نشوف السكيلز مانجمنت شو الأعمال اللي بيقوم فيها، وين حطه، فتش عليه. هاي لازم يجيب لك إياه. هاي يفتش على السكيلز payroll employees events sales. إذا ما أضافه بكون شو ماله، خلاص أضافه لواحد من هنا الموجودين. أنا مش مبين عندي إنه أضافه. skills website e-learning employee payroll recruitment، معناته بكون ضافوين في الامبلويز. المفروض انه يحكي عن السكيلز مثلا، المفروض في سكيلز، هاي سكيلز. اذا هي راح وسع للامبلويز وحط فيه السكيلز، صار يشتغل في الامبلويز على السكيلز. اذا اوكي هي هذا احنا ضايفينه السكيلز. تمام نشوف مديول ثاني، شوف مديول ثاني اخر
اللي هو يدير بالك من الاتش ار ام. هاي طبعا انت بدك تراجعهن كلهن، بدك تمر عليهن كلهن هذه المديولز مشان تشوف انت هذه المديولز كيف بدك تشتغلها. ناخذ الاتندنس، الموظف كيف بده يداوم هاي الاتندنس. اخذنا الاتندنس مثلا واخذنا اللانش وقتش في مثلا اللانش من اخذنا الاتندنس اخذنا انستول. لاحظ لما بعض تعمل له انستول هايو كانه بيعمل للباقي. ليش؟ دمج لك اياه. anyway نشوف كيف يسويها هاي الاتندنس. امبلوي صار البيرول انا اوريدي ضايفه. هاي الاتندنس الحضور نشغله ونشوف شو بده يسوي. هايو مع اليوم والاتندنس الحضور تشيك ان. ايوه ويلكم جود افترنون تشيك ان ات اوكي. هاي انا تمام. هذا تشيك ان كيف بدل ما يكون في ساعه بصمه بتصير لما بتشغل الجهاز تعمل عليه تشيك ان. هاي انا هاي انا حضور، سجلت حضور كويس. هاي تشيك ان تشيك اوت مثلا اتندنس. نشوف اتندنس هاي انا ببين لي انهم الحاضرين مداومين الحين. هايو تشيك ان اللي عمل تشيك ان هايو هذا شو ماله ما عملش تشيك اوت يعني مداوم. المدير تبعك يجي بتطلع على الملف هذي بيلاقي مداوم هايو مش عامل تشيك اوت. تشيك اوت يعني مش طالع مش تارك الشغل تمام. وهنا يعني في حاجات كثيره في المديولز بيكون معطيك اياها مثلا هاي كونفجريشن باركود ممكن على الباركود تشغلها. باركود بدك تعطيه تربطه تعمل له كونكت ماشي. هاي الاتندنس. طيب نعمل تشيك ان تشيك اوت. هاي عمل تشيك اوت هاي وقال لك جود باي. هاي انت دوامك قديش اليوم كم ساعة دوامك؟ دقيقة واحد. هاي جود باي هاي الاتندنس تمام. اذا لما نعمل احنا هذا الاتندنس ريبورتنج، تعال شوف الريبورتنج شو سجل لنا، شو سجل فيها ريبورتنج. مشكلة عشان بطيء يعني ننتظر الاتندنس هاي. ها لاحظ هاي هذا عمل تشيك ان اجى الساعة هاذ وروح في الساعة هاذ يبين النظام لحاله. لا نلاحظ مثلا خلينا نشوف الكومبنسيشن. نروح على الابس ونشوف الكومبنسيشن. فتشوا معي عليها هاي اليومن ريسورسز. اي ريفرال سكيل مانجمنت ابروفالز. هاي ابروفالز مثلا ابروفالز اللي هو بدك موافقات على اجازات على شيء كمان بيلزمك. خذ الابروفالز خذ البلاننج اي واحد فيهم خذ. المهم هذه السب موديولز خليها يثبت بس بثبت لك فيه. هذه السب موديولز كلها شو ماله؟ هذه بده يشتغل تقدر تشتغل عليه. خلي ثبت باخذ وقت. وقفته هذه يعني قاعد بثبت عندي لانه بطيء. تمام. هاي شو اللي حملناه احنا؟ لايف شات ابروفلز. نشوف شو الابروفلز تتسوي. هاي هاي بدك انت مثلا ابروفل على بيزنس تريب بدك تطلع رحله عمل. هاي الابروفل بيزنس تريب ريكواير ريكويست اونر. هاي اسمك تحط الاسم اللي انت معينه. كاتيجوري بيزنس تريب بيريود من الى هاي مثلا من 6 12 تو
تو مثلا 6-1، هاي 6-1 تمام. لوكيشن تعطيه وين بدك انت تروح، وهاي ديسكريبشن وهاي ابروفالز لسه يعني بدك، هاي سيف الفاليد فيلد اللوكيشن، بدك تعطيه اللوكيشن وين، هاي مثلا هيبرون، يلا زين. هاي في واحد مقدم طلب اسمه بزنس تريب تمام، المانجر المدير طبعا كونه هو المدير ببين عنده البزنس تريب ابروفلز، مثلا بورو ايتمز، واحد بده يستعير في الاخر، هاي كلها هذا شمالها طلبات الموظفين بيحتاجوهن في اثناء العمل، الاثناء في اثناء وين العمل، بده لوازم، بده بيمنت، طلب بفلوس الى اخر الى اخر تمام. هاي الابروفلز، اذا بدك تحفظ انت شهي الموديولز اللي تابعه للهيومن ريسورسز، مشان وانت تشتغل عليه انت تبقى عارف انه اني الموديولز اللي انت بتحتاجها. بدنا نحكي فيك كمان بيرول، بيرول تمام، كشف الرواتب، بيرول وارنينج 3 employees without running contracts، مش عاملين contract، احنا فيش عندنا contract، اذا لازم نعمل contract employees نعمل له contract، ايوه contracts مثلا يو بدنا احنا، ايوه اسماعيل الرومي مثلا administration contract start date contract end date ما فيش، salary هذا salary employee or a worker employee، الراتب بدك تعمل له عقد تمام، بدك ريفرنس بده اياه، وين تعبين البيانات كلها، هاي position مثلا job title administration head في حدا عندك؟ ما لقيت لك محل. علاش في احنا اللي على الخط امراض او وظيفه مستعجله. يا اساتذه، علاش احنا اذا هذا الهيومن ريسورس مانجمنت، انت بدك تعمل تحليل في الشركه حقيقه، لانه العمليه مش تحذير يعني بلزمني هذا ما بلزمنيش هذا، احنا كنا عباره عن امثله بنحكي. بعد ما تكون حللت في الشركة، هاي في الأودو بتستعرض هان شو اللي بيلزمك حسب البروسيس اللي عندك، ريكروتمنت مثلا توظيف، عملية توظيف هان عمل له انستول، ريكروتمنت من خلاله بتقدر تحط إعلانات ويصير موظفين يقدموا لك للتوظيف، ابريزلز إلى آخره، أي واحد من هذول بكون شو ماله أنت بحاجة له بتقدر تعمل له انستول تمام.